قام حقا، قام قام، قام رئيس السلام. هللويا هللويا هللويا، المسيح قام. مريم ذهبت فجر الأحد بأطايب وحنوط للجسد، وإذا الملاك دحرج الحجر، والمسيح قام وانتصر. هللويا، قد تحقق الخبر، المسيح قام وخلص البشر. عيد القيامة أو عيد الفصح هو أعظم الأعياد مكانة وأكبرها لدى المسيحيين وقلوبهم، حيث يستذكر قيامة السيد المسيح، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة 40 يوما، كما ينتهي أسبوع الآلام ويبدأ زمن القيامة، ويسمى الأسبوع الأخير من الصوم الكبير أسبوع الآلام، يليه عيد الشعانين ثم الفصح المجيد. مشاهدينا، تحية لكم في هذه الإطلالة الخاصة بمناسبة عيد الفصح المجيد، أعاده الله عليكم وعلى البلد بالخير والأمن والسلام. اسمحوا لنا في هذه الإطلالة أن نستضيف معنا للحديث أكثر عن معاني عيد الفصح ودلالاته وهذه الاحتفاليات، ابتداء بالترحيب بالأب أغناطيوس لطفي كاهن رعية قطنة. أهلا وسهلا فيك أبونا، كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. شعنين مبارك وفصح مجيد. شعنين مبارك علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا نبال غزالي، ممثل عن مدارس الأحد الأرثوذكسية. أهلا وسهلا فيك، نعد عليك. عليكم الصحة. وايضا معنا مسؤول عن الفرقه والمراسم، مراسم مار الياس، الياس درويش. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك يا هلا. وانت بخير يا هلا. وايضا عن التراتيل ايهم سعد. اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. وعليكم ان شاء الله. بدايه ابونا، ينعاد عليكم، اهلا وسهلا فيكم بهي الاطلاله الخاصه عبر شاشه الفضائيه السوريه. خلينا نحكي عن احد الشعنينه، نحكي خصوصيته، دلالاته، كيفيه الاحتفال فيه، ومن ثم بعد احد الشعانين ياتي الاحتفال او اسبوع الالام، ياتي الاحتفال بالفصح. بالبداية بتسمحي لي أول شيء أنقل، ما بقدر بحكي إلا ببركة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكيا وسائل المشرق. الشيء الثاني بقول بشكر الإذاعة والتلفزيون، وبشكر الفضائية السورية، هي اللي عم تنقل هالأحداث حتى نوصل كلمتنا للشعب اللي هو المريض، الشعب المسجون، الشعب اللي خارج الكنيسة، حتى يسمع معاني هالعيد. عيد الشعانين هو رموز. أحد الشعانين بالعادات القديمة كان يسموه أحد المستحقين، إن الذين استحقوا العماد، طلاب العماد لأخذوا الدين المسيحي. وفي تسمية ثانية بيقولوا له أحد، هو مسح الرأس، إن اللي بيدخلوا بيطهروا بيدخلوا على الكنيسة. وأحد الشعانين هو كلمة عبارة، كلمة عبرية معناتها أوصانا هوشعنا. مرتب الكنيسة أوصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. الشعانين بكلمة واحدة هو يا رب خلص. لهالشيء نحن نسمع مرتب اليوم بعيد الشعانين، هي بقيامة لعازر أيها المسيح، لقد أقمت لعازر بين أموات، ونحن كالأطفال نحمل رايات الغلبة، وقائلين مبارك الآتي باسم الرب أوشعنا في الأعالي. الشعانين هو دخول الرب يسوع المسيح إلى أورشليم كملك إلى المملكة السماوية، وخلال هالمملكة هو عنده طريق الألام، هو عارفان شو بده يصير بطريق الألام، ولكن دخل إلى أورشليم كملك. بدخوله كملك كان عم يتواضع راكب على جحش ابن آتان. إذن الشعانين هو رمز لدخول الرب يسوع المسيح إلى الهيكل، إلى أورشليم. كلمة واحدة هي يا رب خلص هذا الشعب الذي سيقوم بقيامة المسيح إن شاء الله، وخاصة هذا ما نحتاجه الآن إلى الخلاص من كل الآلام. نعم، بس عيد الشعانين أبونا، خلينا نرجع، يأتي عيد الشعانين بعد الصوم 40 يوم، الصوم الكبير، الصوم الأربعين، والتراتبية في الأحداث أحد الشعانين. الصوم يبدأ بأحد فترة التريودي بإلولة، هن بأربع أحدات قبل الصوم بهيئوا أحد الفريسي والعشار، أحد ابن الضال، أحد مرفع اللحم أي الدينونة، وأحد مرفع الجبن أي الغفران. منفوت بخمس أحادات الصوم. خمس أحادات الصوم هو الأحد الأول بيقولوا له أحد رفع الأيقونة أي الانتصار، أحد الأرثوذكسية. الأحد الثاني هو الديز غرغورس بلاماس، النور الإلهي. الأحد الثالث هو السجود للصليب. الأحد الرابع هو يوحنا السلمي، سلم الفضائل. والأحد الخامس هو مريم المصطرية، رمز للتوبة
بعدين منفوت بسبت لعازر. سبت لعازر هو كان مبارح. سبت لعازر هو همزة الوصل ما بين قيامة المسيح وأسبوع الآلام. يلي سبت لعازر أحد الشعنين اليوم. بعد أحد الشعنين عندنا التنين، الختن بيقولوا له التنين، التين اليابسة. ثلاثة المرأة الزانية. الأربعة أيوب الصديق. الخميس الغسل. الجمعة هي إنزال المصلوب. السبت هو سبت النور والاستنارة. وفجر القيامة هو أحد صباحا. نعم. إذن الشاعنين هو بيأتي قبل أسبوع الألام، وهو نهاية الصوم الأربعيني. نعم. وبداية صحيح. أسبوع الألام. بدنا نحكي كمان في تفاصيل وطقوس بالشعنينة. مثل ما بنعرف الشعنينة دايما، بس تقول شعنينة مرتبطة بالأطفال الصغار، بالتياب الجديدة، كمان بيحملوا شيء من الرموز. خلينا نحكي عن هاي الرموز، تفاصيلها، ليش دلالاتها كمان أبونا. هلا نحن الطروبارية هي بتعطي الرموز لحالها، وتقول أيها المسيح الإله أقمت لعاذرا بين الأموات، ونحن كالأطفال حاملين أغصان الشجر والزيتون والسعف النخل، كل هذا بيرمز للغلبة والظفر، غلبة الرب يسوع المسيح على الشيطان والموت. لهالشيء بدخول الرب يسوع المسيح إلى أورشليم هو انتصار لطريق القيامة. نعم. لهالشيء السعف النخل هو دليل الغلبة، الغلبة والظفر والاحتفال بالبهجة والسرور. والاحتفال بالبهجة، احتفال الطفل الصغير هو قائل مبارك الآتي باسم الرب. الطفل هو عيد الشعنينة، نحن مثل ما بنعرفه هو عيد للأطفال أكثر ما هو عيد للكبار. لهالشيء منضوي الشمعة، والشمعة بتنير له نوره، وهذا شوي تاني بنحكي فيه عن القيامة. خلينا ننتقل عند نبال. بنحكي نبال، حضرتك أنت كمان ممثل عن مدارس الأحد الأرثوذكسية، نحكي تفصيلا عنها، نعرف مشاهدينا ونشاطاتها، وهلأ كيف ممكن بعيد الشعنين وبعدين عيد الفصح. بداية بدي عايد الجميع بهذا اليوم، وجميع الشهداء وبلدنا سوريا وجميع المسيحيين. مدارس الأحد الأرثوذكسية تأسست عام 1942، يعني نحن احتفلنا من فترة فيها من أسبوعين بعام 73. هدف الأساسي هي حضن أطفالنا ورعايتهم تحت حضن الكنيسة، تربيتهم تربية مسيحية حقيقية رعائية. والحلو فيها ولكل مختلفة الأعمار، بتضم حوالي تقريبا هلا عندنا بكنيسة مارلياس حوالي 400 أخ وأخت بدرجة أعمارهم من عمر الروضة 4 سنوات ما دون حتى 50 و60 عام، إلى ما يعني إلى ما نهاية. وطبعا بكل مرحلة مراحل بتطور مع فكر، مع علم معين، مع تقليد معين. بكل مناسبات وأعياد الكنسية بتعنى مدارس الأحد الأرثوذكسية، إن كان بالزينة بداخل الكنيسة أو بالاحتفالات أو بالنشاطات الخارجية والداخلية. واللي هدفها الأساسي هي الفرح والمحبة ضمن هاي الكنيسة. بدنا نحكي عن خصوصية عيد الشعنين باحتفاليات وأنشطة ممكن بتقوموا فيها، كيف بتم التحضير لها؟ أحد الشعنين مدارس الأحد كل سنة مثل تقليد معين وعرف معين، فبنقوم بتزيين داخل الكنيسة مثل ما نكون شايفين. يوم أطفالنا وأخوتنا بوضع الزينة رموزا، حكى علينا أبونا كان نخيل أو حتى أغصان زيتون، رموز للصلبان للظفر وللغلبة. أطفالنا والغاية الأهم أنه نرجع كلياتنا كقلب هذا الطفل، لأن الصافي والنقي والنظيف والأبيض واللي عم ننتظر هلأ بفرح قيامة المسيح إن شاء الله. فيما يتعلق بمدارس الأحد الأرثوذكسية، هي تفاصيلها وتعريفاً عنها. هلأ بدي انتقل لعند إلياس. إلياس مثل ما شايفين اللباس أقرب إلى الكشافة أو الفرقة أو حتى كمان المراسم. بدنا نحكي عن فرقة المراسم، قد ايه عددكم؟ شو بتعملوا؟ هل في كمان احيانا مثل ما بنعرف انه ترتيبات تخص الاعياد وايضا ترتيبات خاصه بطقوس اخرى؟ هلا اول شيء كل عام وانتم بخير لكل الشعب السوري، ومترحم على جميع شهداء الجيش العربي السوري. هلا نحن كفرقه مراسم كنيسه مار الياس الغيور بقطنا، تاسست الفرقه عام 1996 بجهود قدس الاب الشهيد فادي حداد والاخ عيسى بلوز. عدد أعضاء الفرقة حالياً هو تقريباً 130، بينقسم بين الفرقة الموسيقية والجوالة. ونحن كفرقة مراسم ما بيقتصر فقط عملنا على المشاركة بالأعياد والمناسبات، أكيد نحن عندنا نشاطات تانية منقوم فيها للأولاد خلال الصيف أو خلال العطل. بالنسبة لمشاركتنا نحن بأحد الشعنين،
احد الشاعنين احنا اعطانا فتره ثلاث سنين. بس قبل ما ندخل بهالتفصيل، الجوال قد ايه عددهم تفصيلا وفرقه المراسم وشو بيختلفوا عن بعض مثلا بحسب يمكن الانشطه؟ طبعا هلا هي فرقه الجوال هن اللي بيحملوا اعلام الزينه مرافقه العالم الجمهوريه. اما الفرقه الموسيقيه هي اللي بتنقسم بين الفرقه النحاسيه يعني ترومبت وطنبور، عددهم حوالي 50، اما الجوال عددهم حوالي 80 بشكل عام. بالنسبه لاحد الشباب بتستقبلوا اي حدا كمان؟ طبعا احنا بنستقبل من فوق صف الرابع، وما ما في عمر محدد يعني، اهله وسهلا بالجميع. بس التدريبات عندكم بالكنيسه؟ طبعا التدريبات دائما بالكنيسه، تدريب واحد خلال الاسبوع، وطبعا بس يكون في شيء مناسبه بنكثف شويه تدريبات. هلا بدنا نرجع للتحضيرات لعيد الشاعنين مثلا. اما بالنسبه لاحد الشاعنين، احنا بعد ما قطعنا فتره من الزمن بسبب الاحداث اللي عم تمر فيها بلدنا، رجعنا ورجعنا حبينا نرجع الفرحه لقلوب اهالينا واطفالنا بقطنا. هي السنه نحن مثل ما شفتوا كنا عاملين مشروع صغير، هو عباره عن ايقونه السيد المسيح، ايقونه دخول السيد المسيح الى اورشليم، وبالاضافه لبعض المعزوفات اللي هي بتفوت الفرح والبهجه لسرور كل الاولاد واهالينا بقطنا. وبس. ولما بتمرقوا هيك بتحس الواحد في نشاط وفي حماس. طبعاً يعني خاصه في الفرح طبعاً. بالاضافه للطقوس ايضا المرافقه من نخيل وايضا طبعاً. كمان يعني هي الشموع مع الاولاد. طبعا يعني هي الشموع، ومثل ما حكى ابونا ناطيس والسقف النخيل اللي كانت قدام الايقونه. ايهم ترتيل. اولا اعيد واكرر ما بدا به قدس الاب اغناطيوس لطفي واخوتي اعضاء الهيئات من الشكر الجزيل للتلفزيون العربي السوري على هذه اللفته الكريمه طبعا بتغطيته لاهداء لصلوات الاسبوع العظيم المقدس. وانا افضل كلمه اسبوع عظيم مقدس افضل من اسبوع الالام، لاننا لولا لو اننا نعيش الالام فقط فيمكن ان نسميه اسبوع الام، ولكن نسميه اسبوع عظيم مقدس نتيجه للرجاء. الرجاء في هذا الاسبوع هو الذي يعطي عظمه لهذا العيد. فيما يخص جوقه كنيسه النبي الياس الغيور، تاسست في عام 2012 تقريبا على زمن قدس الأب الشهيد المثلث الرحمي الأب فادي الحداد، واستمرت إلى وقتنا الراهن على عصر الآباء الأجلاء. طبعا الجوقة مؤلفة من عدة جوقات. الجوقة يوجد جوقات للأطفال لأعمار الطفولة الابتدائي، ويوجد جوقة للإعدادي، ويوجد جوقة للجامعيين طبعا. فإذا وزعنا العمل على أكثر من جوقة، وكل جوقة تقوم بأداء الصلوات طبعا للأعياد التي نمر بها في الزمن في الطقس الذي نعيشه، طقس الكنيسة الأرثوذكسية. بس عن بعيد الشاعنين فقط الجوقة تقتصر على الأطفال؟ في مثل ما لاحظتم اليوم في عيد الشعانين كانت جوقة الجامعيين، يعني أعمار الجامعيين هم الذين قاموا بأداء الصلاة. هم الذين، ولكن في فترة التهيئة في فترة الصوم البدايات كانت تتناوب الجوقات على الخدم الطقسية في كنيستنا الأرثوذكسية. اسمحوا لنا بما أنه عم نحكي هلا عن عيد الشعانين، نعاد عليكم وعلى كل مشاهدينا وعلى كل بلدنا بالخير. أبونا اسمح لنا كمان إدريك مع مشاهدينا حتى نتابع من احتفالية عيد الشعانين بالكنيسة، وأيضا تقرير مع الأطفال لأنه هن دائما بهجة العيد بتعني لهم وأحد الشعانين بيعني لهم. مشاهدينا نتابع بعض من مقتطفات احتفال الكنيسة بأحد الشعانين وأيضا عند الأطفال. Yeah.
طبعا تابعنا مع مشاهدينا مقتطفات من احتفال الكنيسة، لكن أبونا سمحنا نحكي بخصوصية السيد المسيح. السيد المسيح لم يتكلم أثناء محاكمته ولا أثناء التعذيب اللي تعرض له من قبل ما تعرض له حتى يعني من أقرب الناس فيما يخصه. كلماته كانت تأخذ كل عنصر العطاء والمحبة والمسامحة والدعوة إلى السلام الروحاني قبل السلام الخارجي. إذا بدنا نحكي فيما يتعلق بأهمية ما قدمه السيد المسيح للبشرية من مسامحة، من حتى تضحية بنفسه، هي وجود الصليب، وجود المسيح على الصليب له المجد. كان في كلمات السبعة، الكلمات السبعة هو غفر للي عم يقتلوه، اللي عم يجلدوه، عطى الأمومة لمريم العذراء، عطى البنوة للقديس يوحنا الحبيب، عطى الفردوس للص، واخر شيء عطى المغفره اللي كان عم يجلدوه، واخر شيء رغم كل شيء عطوه الخل وسفكوا دمه حتى يكون ذبيحه. اعظم الوصايا في الانجيل احبب قريبك كنفسك. لهالشيء الله ارسل ابنه الوحيد حتى يكون هي فداء للبشريه. بيقول برسالته إلى أهل فيليبي: أخلى ذاته متخذا صورة عبد، يعني نزل من كإله إلى إنسان، الله صار إنسان حتى الإنسان يتأله من خلال الآلام ليصير إله. لهالشيء المسيح هو أكبر عطية عطاها هو الفداء، سر الفداء، هذا هو اسمه سر التدبير الإلهي. وكان عارف كل شيء السر التدبير، ولكن كان عم يكون كإله كامل وكان سود كامل. لهالشيء بكلمة واحدة من اللص كان عم يعترف انه هو رب المجد، هو القائم، قال ستكون معي في الفردوس. وما من هن نفسهم الاشخاص اللي كان عم يقولوا له بعيد الشعانين وشعنا في الاعالي كرؤساء كهنة وكهنة، هن جلدوه وهن حاكموه بالمحكمة، ولكن كان صمته هو صمت القبر حتى ينهض من بين الأموات. صمت القبر ودخل عليه المسيح كان صمته هو على الصليب، ولكن نور القيامة هو فجر هالصمت. وكان بقيامة المسيح هي ما عاد في شيء اسمه آلام على الصليب، صار في خلاص من خلال الصليب. مثل ما بنعرف نحن من خلال الصليب تتحقق الآن من آلام المسيح وقيامته. آلام المسيح كثير، في أشخاص بيقدموا أرواحهم خاصة الشهداء الذين استشهدوا في سبيل هذا الوطن، ما عم يستشهدوا ولا حتى يبين ولا شيء، بس هو كان في عنده كرامة وطنه. فيك تبيعي بهالحياة، فيك تجيبي إنسان ثاني، فيك تجيبي رفيق ثاني، فيك تجيبي أشخاص رفقات أم أب، ولكن أصعب شيء ومستحيل تقدر تجيبه هو وطن تاني. صحيح. لأنه هو الوطن في سبيل أنا وتسفك دمي من أجل هالوطن، لأنه أنا عايش مجبول بهالوطن. صحيح. الرب يسوع المسيح، قمة التضحية، الرب يسوع المسيح وتسفك دمه على الصليب هو حتى يخلص هالبشرية كلياتها من آثار الخطيئة الأصلية. نعم، يعني أعظم تضحية ما نشاهده الآن من دماء للشهداء يعني تنزل على أرض الوطن فداء للوطن. أبونا، هذا فيما يتعلق بالتضحية اللي قدمها السيد المسيح، وهو كان خير مثال للتضحية والفداء. هون بدنا نحكي عن الطقوس الخاصة معك نبال وأيضا مع أيهم، رح أرجع لك إلياس، بس فيما يتعلق بالتراتيل الخاصة لعيد الشعانين هناك تراتيل خاصة، كيف ممكن عم بتكون أيضا مدارس الأحد الأرثوذكسي بهي التحضيرات؟ خلينا نبتدي من عندك. لا بخصوص الآلام أو الفصح؟ لا، بخصوص أحد الشعانين أو الآلام. على مثل ما ذكرت سابقا أنه أطفالنا بمدارس الأحد الأرثوذكسية، نحن بدنا نوي لشغلة أنه جميع الهيئات ككل هي من هي الكنيسة، يعني من بعضها. فأخوتنا بالتراتيل هي نفس أخوتنا بمدارس الأحد، نفس أخوتنا بالكشاف، يعني نفس الشخص عم بيكون بجوقة، عم بيكون بالكشاف، عم بيكون مدارس أحد، عم بيكون حتى بالخدم داخل الهيكل في الكنيسة. فالعمل دائما هو مشترك بالنهاية. صحيح. إن كان حتى لو تجزأت مهام، من مثل ما ذكرنا من تزيين في الكنيسة في الداخل أو حتى في خارج الكنيسة، خدمة داخل الهيكل، إقامة بعض النشاطات تخص الأطفال. ورجعنا مركز إنه هاي الأعياد بالذات وخصوصا عيد الشعانين
هو عيد الطفل. عيد فرحة للطفل. فنحن بتنوع الأنشطة بين الزينة وبين التحضيرات والشموع وإلى آخره، وحتى لبس الثياب الجديدة. هلا كمان يمكن في خصوصية لأحد الشاعنين بالتراتيل أيهام؟ طبعاً. وقد بتاخذ تدريبات وكيف بتتم التدريبات؟ وخلنا هيك بس اذكر لنا شيء ترتيله خاصه باحد الشاعرين. طبعا قبل ما ابدا بالتراتيل بدي حابب نوه على شغله، انه كنيستنا الارثوذكسيه هي كنيسه ضاربه في العمق، كنيسه الرسل، يعني تعود لعصر الرسل الكنيسه الارثوذكسيه، ومنذ ذلك الحين الى وقتنا الراهن قدمت الاف قوافل من الشهداء والمرنمين والمرتلين وناظمي التسابيح منذ ذلك الوقت الى وقتنا الراهن، وما زالت تقدم الكنيسه الارثوذكسيه، وتتمثل جميع هذه الاعمال في الطقوس الليتورجيه التي نعيشها اليوم صراحه. هذه الطقوس التي تنقلنا من رمزية الحدث التاريخي إلى عيش الحدث التاريخي، تنقلنا من رمزية الكلمة، رمزية السيد المسيح في الكتاب، إلى عيش السيد المسيح في الطقوس الليتورجية، من خلال الأيقونات، من خلال الشموع، من خلال البخور، من خلال وعلى رأسهم الترتيل. الترتيل هو المرتل، هو صوت النعمة التي تختلج في نفوس البشر، في نفوس المصلين الموجودين في الكنيسة. المرتل له مهمة أساسية في الكنيسة، وبالتالي لا نقبل أن يكون المرتل كيفما كان، ننتقل المرتلين كيفما كان في الكنيسة، هذا استهزاء في الهزة الإلهية. طبعا التراتيل في السنة الليتورجية مختلفة، في السنة الليتورجية الطقسية مختلفة، تختلف بثقلها. طبعا تتركز ثقل السنة الليتورجية كلها بتركز في هذا الأسبوع العظيم، وعلى رأسه يوم الأحد، يوم قيامة سيدنا يسوع المسيح. طبعا تبعا لثقل هذه التراتيل في هذا الأسبوع تتركز تدريبات الجوقة، تتركز تدريبات الجوقة في هذه الفترة من السنة الليتورجية، من حيث طول مدة التدريب، من حيث عدد التدريب، من حيث نوعية التدريبات. طبعا اليوم مثل ما شاهد مثلا تستغرق يعني حوالي الشهر من الزمان، لا يقل عن شهر من الزمان تقريبا يعني، وعلى كافة الشوقات يعني. ولكن نقوم بتوزيع المهام، بما أننا ذكرنا أن لدينا أربع جوقات في الكنيسة، نقوم بتوزيع المهام لكي لا نركز على جوقة أكثر من جوقة ثانية. ومثل ما شاهدتم اليوم كانت فرقة الجامعين هم الذين، الشيروبيم والسيرافيم هي التي تخدم في صلاة الشعانين. نحكي عن الألحان، التراتيل تختلف كمان توزيعا للفئات حسب شو؟ طبعا الألحان البيزنطية يوجد لدينا ثماني ألحان في الكنيسة البيزنطية. الأسبوع العظيم المقدس هو الأسبوع يعتبر مثل الأسبوع اليوم السابع في الخليقة الذي صبت فيه الأيام الستة، منتظرين اليوم الثامن الذي هو يوم قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومن هنا أتت الألحان الثمانية في الكنيسة. طبعا في الأسبوع العظيم المقدس بداية الذي يبتدئ من مساء اليوم يوم عيد الشعانين، الألحان تتفاوت، يوجد لدينا مجموعة من الألحان. مثلا اللحن الثامن على سبيل المثال يتميز بالرصانة، بينما اللحن السادس يتميز بالحزن، يعطي نكهة من الحزن للصلاة. اللحن الأول والثالث يعطي شيء من الفرح. إذن هناك تنوع في الألحان في التنويط الكنسي البيزنطي. أيضا باختيار الكلمات هي بالأصل طبعا الكلمات موجودة. كما ذكرت يوجد آباء الكنيسة هم الذين وضعوا الكلمات، وعلينا أن نتمكن من اللحن ليحمل هذه الكلمة في الكنيسة. فإذن اللحن يحمل الكلمة وبوصل الرسالة مثل ما ذكرت لكل لحن، خلينا نقول اللحن السابع غير السادس طبعا حسب الرسالة تبعا لمضمون الكلمة. نعم للكلمة. بدي ارجع لعندك الياس، نحكي عن الكشاف، قد ايه بيكون هلا إلون دور بهذا احد الشعانين او اسبوع الآلام؟ كيف بتكون التحضيرات؟ شو بتتمثل حضوركم؟ هلا نحن شفتوا مثل ما باحد الشعانين نحن كان دورنا هو عبارة عن المشروع الصغير اللي عملناه برا عفوا عن أيقونة دخول السيد إلى أورشليم، بالإضافة للعزف اللي رافق خلال دورة الدورة لحتى لبعد انتهاء الصلاة بلشنا عزف ومجموعة من المعزوفات. أما بالنسبة لأسبوع الآلام أو الجمعة العظيمة، نحن كفرقة مراسم كتير منركز على الجمعة العظيمة، ونحن بنستلم عادة بالجمعة العظيمة زينة الكنيسة جوا الكنيسة وبرا الكنيسة، بالإضافة طبعا للمعزوفات اللي نحن بنعزفها اللي هي مستوحاة من المناسبة من تراتيل الجمعة العظيمة، بالإضافة لتوزيع هي وردة صغيرة بركة آلام سيدنا يسوع المسيح يلي بياخذوها كل العالم أو كل المصلين الموجودين داخل الكنيسة.
ولهون لعند الجمعة العظيمة. أما بالنسبة ل باقي الأيام رح نوصل لعند الفصح المجيد. هلا بس اسمح لي أدعي أبونا وأدعيكم مع مشاهدينا حتى نتابع مقتطفات من قداس الآلام في كنيسة النبي إلياس الغيور في قطر. مشاهدينا نتابع ونعود. وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأنك أنت إلهنا وإلك نرفع المجد والآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. حاملة الطيب جينا صبحا الذي بعد التهيئة اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: أيها السيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر أن يضبط القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ليلا ويسرقوه، ويقول للشعب إنه قد قام من بين الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة شرا من الأولى. فقال لهم بيلاطس: إنا عندكم حراسا، فاذهبوا واضبطوا القبر كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس خاتمين الحجار. طبعا تابعنا مع مشاهدينا مقتطفات من قداس الآلام في كنيسة ماري إلياس الغيور في قطنة. أبونا، بدنا نحكي عن احتفالية بعيد الفصح. كل المسيحيين يحتفلون بعيد الفصح المجيد على اختلاف طوائفهم. بنحكي عن الاحتفالية بعيد الفصح، وأيضا خلينا نحكي مدى ارتباطه بقيام السيد المسيح. عيد الفصح هي كلمة تعني العبور، أي عبور الشعب الإسرائيلي وتعبروا مع موسى. ونحن نفس الشيء، الفصح هو عبور من القيام، من الموت إلى الحياة، من الظلمة إلى النور، من العبودية إلى الحرية.
إذن الفصح هي كلمة عبور، يرتبط بقيامة المسيح، المسيح الذي عبر خلال هالحياة، خلال الأيام أو أسبوع الألام، أسبوع المقدس، لحتى يصل إلى نور القيامة. نور القيامة هي قيامة المسيح، هي مركز، مثل ما تفضلت وقلت، هو مركز الأعياد، عيد الأعياد وموسم المواسم. بهذا العيد بيكون كل البشرية عم تشترك. بيقول بوعظة القديس يوحنا الذاهب الفم: أين شوكتك يا جحيم؟ أين غلبتك يا موت؟ لقد قام المسيح. المائدة مفتوحة والعجل سمين. يعني معناته يوم الفصح هي يوم، بيقول اليوم يوم القيامة، ولنصافح بعضنا بعض. ما فيك تكون مزاعل الثاني، ما فيك تكون محارب الثاني، لأنه يوم الفصح هي مصافحة، هي تكون مصافحة مع الإنسان الآخر. عيدة عفواً على المقاطعة، عيدة عيد الميلاد مثلاً تختلف عن عيدة يوم الفصح؟ عيدة الميلاد هو بيكون مولد ملك السلام بمغارة. هالمغارة هي بترمز لقلوبنا، هالقلب اللي بده يطلع منه السيد المسيح بأعمالنا. وهي نفس الشيء بالقيامة، وإذا نقول يا يسوع الحياة في قبر وضعت، نحن نكون قلوبنا هي قبر للرب يسوع المسيح، هو اللي كان في صمت، من خلال الصمت حتى تأج فرح القيامة. لهالشيء هو الفصح أو يوم القيامة، هو كل الطوائف المسيحية بتعيد لأنه مركز السنة ومركز الإيمان المسيحي. لو لم تكن، لو بقول بولس الرسول، لو لم يكن المسيح قائم كل إيماننا باطل. مرتبط بقيامة المسيح، من خلال قيامة المسيح نؤمن أن المسيح صلب، أن المسيح ولد، صلب، تألم، قام في اليوم الثالث للقيامة. نعم. بنسمع أنه في عيد فصح غربي وعيد فصح شرقي، بدنا نحكي أنه كيف بيتم أيضا حساب بيوم الفصح، بيختلف بتاريخيته حسب شو بين سنة والتانية، وليه الجهود أو في جهود عم تبذل لتوحيد عيد الفصح؟ الفصح بين الطوائف، إن كانت الطائفة الغربية أو الطائفة الشرقية، تعين الفصح بالمجمع المسكون الأول. أباء عينوه بالمجمع المسكون الأول، ما كان في انشقاق لسه. عيد الفصح هي في مبادئ حسب التقويم اليولياني والغرغورياني، ولكن بين التقويمين في 13 يوم فرق. لهالشيء منشوف في شروط، ما شروط، خلينا نقول مبادئ لتعيد عيد الفصح. أول شيء بده يكون يوم أحد، لأنه يوم الرب أحد هو يوم القيامة. نحن كل أحد عندنا فصح وكل أحد عندنا يوم قيامة. لهالشيء مثل ما تفضل المرتب بيقول لك إنه نحن كل أحد منرتل طربارية للقيامة، قيامة المسيح. لهالشيء أول شيء بده يكون يوم أحد، أول سبب أو أول شرط. الشرط الثاني بده يكون بعد الفصح اليهودي، لأنه المسيح تعشى مع التلاميذ الفصح اليهودي. تعشى معهم وبعدين إجا على الآلام. صحيح. لهالشيء أول هو أول شرط بنقوله إنه يوم الأحد. ثاني شرط هو بده يكون بعد الفصح اليهودي. ثالث شرط هو بعد الاعتدال الربيعي، يعني بعد 21 أدار. والشرط الرابع هو بده يكون الأمر كامل، أول أحد بيحكم بعد الأمر يكون كامل، بيكون ليلة الفصح. لهالشيء أول شرط موجود كل الطوائف، ثاني شرط موجود، ثالث شرط بعد الاعتدال أيضا موجود. شرط بعد الاعتدال الربيعي هو اعتدال الربيعي 21 أدار و13 يوم الفرق التقويمين، صارت 4 نيسان. قبل 4 نيسان مستحيلات يقع عيد الفصح. عيد الفصح 4 نيسان ممكن، وبعد 5 أيار ما بصير، لأنه بده تدور دورة الأمر كامل. أول أحد بيحكم بعد أحد بعد أول أحد بيحكم بعد 4 نيسان بيكون الأمر كامل، القمر. نعم، بيكون ليلة الفصح. لأنه المسيح هو كامل، الذبيحة الكاملة. لهالشيء بدي أقول لك شغلة، لا أرجع وأقول لك شغلة. وقت كان المسيح مصلوب، كان في لصين معه. عند اليهود كان ممنوع يضلوا ليوم السبت، بدهم يروحوا يقطعوا لهم إجريهم. قطعوا أول واحد، قطعوا اللص الإجري الأول، لص قطعوا إجري اللص الثاني، إجوا لعند المسيح بده يقطعوه، كان ميت. لأنه ما بتقدر تتعاملي مع الذبيحة المخنوقة،
ما بتكون غير قابلة للذبيحة. يعني نحن ما بنقدر ناكل خروف مخنوق أو دجاجة مخنوقة، لأنه المسيح هو الذبيحة الكاملة، ذبيحة حية. لهالشيء نحن كل يوم أحد بنسابي الذبيحة الغير دموية، ولكن بنقول إذ نحن متذكرون هذه الوصية الصلبة والقبرة والقيامة والمجد، كل عم نتذكر كل أحداث القيامة حتى يتم يوم الفصح. لهالشيء الأربع شروط هدون بقول لك ياهم. هلا في اجتهادات كثير، ما بقول أنا أن الطائفة الغربية هي أصح ولا الطائفة الشرقية أصح. أنا بعرف أنه إذا أنا بعيد بقيامة المسيح والطائفة الثانية بتعيد بقيامة المسيح بتاريخ متغير، ولكن أنا عم بؤمن بقيامة المسيح وأنا عم بؤمن وأنا مع يكون العيد واحد ويكون المسيح قائم واحد، لأنه نحن بقيامة المسيح كل الشعب منصافح بعضنا بعضنا، بنكون بكأس واحد وبإيمان واحد. مع اختلاف يعني فوارق الزمنية أو فوارق اختلاف، لكن النية وقيامة السيد المسيح كما ذكرت. في اجتهادات أكيد أيام البابا، لكن في جهود بوزلت أيضا لتوحيد البابا يوحنا الثاني عشر، واتجى على الشام كان حكى مع المثلث الرحمات البطريرك أغناطس، وكان عم بيحاكي الشعب الكاثوليكي قال لهم أنتوا بالشرق لازم تعيدوا مع الشرقيين، ولكن بتعرف في مرات الكبرياء بين الأشخاص وليس رؤساء الطوائف. نعم. هي أشخاص معينين، وهلا الشخص بيكون عنده الكنيسة ما هي شيء، بس بده يعطي رأيه المعاكس. لهالشيء بتلاقي مرات بتساوي مشاكل بهالشيء، ولكن كبترك هلا البترك الحالي طولنا عمره بترك يوحنا العاشر. نعم. وبترك غرغوروس حداد كمان نفس الشيء عم بيسعوا لحتى يكون عيد واحد، ولكن بده يلاقوا اليوم المناسب والصيغة المناسبة والشيء المناسب حتى يرضي كل الطوائف، وكون المسيحيين ما وقتها هلا نكون اثنين وثلاثة وأربعة، لازم نكون كلياتنا. هلا أنا وإخواتي نختلف بالأشكال، نختلف بالطول بالعرض ولا بلاي، ولكن كلياتنا نلتقي في الأب والأم والأم واحد. ونفس الشيء الطائفة الغربية والطائفة الشرقية، الطائفة السريانية، الطائفة الأرمنية، كلياتنا هن طوائف، لكن نؤمن الإيمان دائما واحد. صحيح. على أمل تكون القيامة السنة يا رب تحمل كل الخير والأمن والسلام للبلد. بقول لك يا هالنور اللي كانوا بيحملوش الأطفال بنور الشموع بيوم الشعنينة، هو هذا نفس النور بده ينور نور القيامة إن شاء الله ويكون إن شاء الله للكل إن شاء الله. إن شاء الله بيكون هالنور القيامة هو بدعوات كل المؤمنين اللي صلوا بعيد الشعنين وأيضا الفصح، يا رب تحمل القيامة المباركة لسوريا. نبال وكمال ياس وأيهم بنحكي عن الترتيلة خاصة هلأ بنحكي عنها، بس المدرسة هلأ مدارس الأحد شو حضرت أو شو بتحضر وكيف بتحضر للفصح بتختلف عن الشعنينة وحتى الكشافة حضر حالي؟ طبعا لا بيختلف التحضيرات حسب المناسبة اللي نحن فيها. فبتحضيرات لعيد الفصح عنا طقس هام جدا بعيد الفصح، واللي هو ندعي لأطفالنا وخصوصا أطفال ابتدائي بعمر الابتدائي والروضة إلى تلوين البيض أو رسومات على البيض، وحتى نوع من الفرحة والأساس هو البيض بحد ذاته. نعم، هي أساسا أساس البيض والتلوين هي نوع من الدلالة ورمز على القيامة وعلى التجدد، مثل ما بنقول كيف ولادة كيف الصوص بيطلع من البيضة، يعني بيخزق البيضة وبيطلع، فنفس التشبيه. بالمراحل بالأخوتنا بالإعدادي والثانوي وإلى ما هنالك بتختلف بقى على احتفالياتهم طقوسهم، كان حتى بتزيين حتى يقوموا بأعمال كتير حلوة، يعني حتى ممكن يكونوا مشاركة بعض أخوتنا من الأيات حتى بنقوم بزيارة مرضى معايدتهم عجزة أخوتنا، يعني بيقوموا بهاي مساعدات إنسانية. الهدف الحقيقة هو بس خلق هذا الجو من الفصح والطقس لنوصل بأخوتنا لفكرة كتير حلوة، ونحن هذا اليوم اللي احنا اللي حنستقبله هو يوم فك القيد مننا من خطيئتنا بقيامة ربنا يسوع، بعطتنا نعمته فبفكنا يسوع المسيح بهي القيامة بفرح عظيم. ياس تحضيرات الفصح بالكشافة. هلا بالنسبة لمراسم خاصة بيكون في زحمة مصلين و طبعا هلا بالنسبة لفرقة المراسم هلا مثل ما بتعرفوا انه نحن في عنا داخل الكنيسة ولا خارج الكنيسة؟ كمان داخل الكنيسة كمان. وخارج الكنيسة. هلا كفرقة مراسم نحن عنا لكل مناسبة تقريبا معزوفات خاصة، بس كفرقتنا نحن كثير بنركز على معزوفاتنا بعيد الفصح تكون هي معزوفات بتدخل البهجة والسرور، بالإضافة ل المعزوفة اللي هي الأساسية بعيد الفصح اللي هي ترتيلة المسيح قام بين الأموات ووطئ الموت بالموت وهب الحياة للذين في القبور،
اكيد هي نحن بنعزفها بعيد الفصح. واخر شيء بنتمنى انه بقيامه سيدنا يسوع المسيح هي تكون قيامه فرح ومحبه وسلام لبلدنا الغالي سوريا. هي فيما يتعلق بالمعزوفات الخاصه بعيد الفصح للكشافه. استاذ او اخونا مثل ما متداول بالكنيسه حتى كلنا اخوه بسوريتنا، بدنا نحكي عن التراتيل الخاصه بعيد الفصح، في تراتيل بيزنطيه بشكل خاص، وكيف بتكون التحضيرات كمان لها؟ طبعا احنا ذكرنا انه بهالاسبوع بتحضروا كمان مع فرقه الكشاف. طبعا طبعا الترتيله الاولى هي المسيح قام من بين الاموات واعطي الموت بالموت وهب الحياه للذين في القبور، هذه تستمر ما بعد الفصح لفتره زمنيه تستمر الى وداع الفصح. وبالتالي هي الترتيلة الأساسية، وهناك أكثر من ترتيلة طبعا. تدريبات كما ذكرت سابقا، التدريبات هي تستمر لفترة شهر من الزمن لهذا العيد طبعا، ونقوم بتكرارها خلال الأسبوع العظيم، خلال فترة الأسبوع العظيم نقوم كذلك بتكرار التدريبات تهيئة ليوم النصر والظفر، يوم قيامة ربنا يسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين، يوم الأحد، يوم القيامة طبعا. أبونا بس بدي أسألك عن شغلة، هلأ كتير من عايد بعض بعيد الفصح ومنلاحظ أنه في بالبيت حتى زينة، وهي الزينة هي عبارة عن بيض ملون وأيضا أرانب بمختلف الأشكال وتختلف من بيت إلى آخر، بدنا نحكي منين إجت هالكانت، هي بالأصل موجودة وعشكو تعتبد؟ أول شيء عيد الفصح هو عيد القيامة، يعني في حياة رباعية القيامة، المسيح قام بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. هي المعتاد أنه الإمرأة كانت معها سلة بيض وتقام المسيح، قالت لهم قام المسيح، قالوا له إذا قام المسيح بيتلون هالبيض فأنا أتلون هيدا حتى منسويه ملون. هلأ البيضة بترمز للقبر، القبر كيف بقلبه في حياة، وهو المسيح أعطى الحياة للذين في القبور وهب الحياة للذين في القبور، رمزت الكنيسة بهالعبارة. الأرانب، أنا كنت بالبرازيل، الأرانب هي بظن جاي من الأمريكتين، يعني الأمريكا اللاتينية أو الأمريكا الوسطى والشمالية. سألت هالسؤال، قلت له شو السبب الأرانب؟ بيجاوبوني انه الارانب هي الانثى تبع الارنب بتضل 40 يوم حامل وبتعطي الولاده، هي هي الصوم، ولكن ما له علاقه بالقيامه، ما له علاقه بقيامه المسيح، ولكن كل هذا اجتهاد شخصي حتى يبيعه. مثل هلا اذا بنعرف بالميلاد بعيد بيسوي بابا نوي ما كان لابس لا احمر لا ابيض، بس شركه الكوكا كولا بيضه وحمراء سوى بيضه وحمراء. نعم، لهالشيء الأرانب ما لها علاقة بالقيامة، الرمز هو البيضة. لهالشيء نحن ما بناكل أرانب بالفصح، بس نحن بناكل بيضة بالفصح، أول لقمة بتاكليها هي البيضة لأنه بترمز الحياة. لهالشيء صار في السوق التجاري. السوق التجاري صار فيه لحتى لاحظ هاي المظاهر اللي دخلت. هلا بتلاقي هلا هو لسه ما كثير، هلا بعيد الفالنتاين بصير في ورود وفي أشياء للعيد الفالنتاين وعيد الميلاد نفس الشيء. من معنوي إلى مادي تحولت، يعني تحولت كل الأمور، وأنا خوفي يصير الأعياد المناسبات هي أعياد بس للتجارة. أنا ما بشتري الأواعي للولد، إيه أنا بيفرح، كان من زمان يشترون أواعي، بس هلأ أنا ما بشتري أواعي لأنه عيد. أنا كل يوم عندي عيد، صحيح، ولكن العيد أنا بيكون هاي وقت يتوج بيني وبين إخواتي، يتوج بيني وبين رفقاتي، يتوج بيني وبين كريستي، هذا هو العيد. شو فائدة العيد إذا أنا وأخي ما بتحاكى؟ شو فائدة العيد إذا أنا ورفيقي ما بتحاكى؟ شو فائدة العيد إذا أنا والوكيل ما بتحاكى؟ نعم. بدي أخذ منك أيهم فيما يتعلق بكلمة ختامية بتوجه من خلالها بمناسبة عيد الفصح وعيد الشعنين لكل مشاهدي الفضائية السورية. الفصح هو قمة الأعياد الكنسية في السنة الليتورجية الأرثوذكسية. طبعاً إن لم نعكس ذكرى القيامة على نفوسنا فلا معنى للعيد أبداً. إذا بقينا على مستوى الرمز في أعيادنا الدينية فهذا لا معنى له أبداً. إذن يجب أن ننتقل من الرمزية في حياتنا إلى عيش هذه الرمزية، وعيش القيامة هو في قيامة الإنسان من شهواته ومن خطاياه. التقرب من الإله يجعل الإنسان يقوم من خطاياه ومن شهواته. شهوات إذا زادت عندي الشهوات معناته ما في إله، صحيح،
معناته ما في إله. إذن القيامة هي قيامة الإنسان من شهواته أولاً، فإن تحرر الإنسان معها فهو قائم مع المصلوب في يوم الأحد اليوم الثامن. وأتمنى وأرجو من كل قلبي باسمي وباسم أب الكنيسة وآباء الكنيسة الأجلاء وأخواتي أعضاء الهيئات في الكنيسة أن يقوم بلدنا الحبيب من غفوته، وأتمنى أن تكون هذه غفوة يقوم بعدها مع القائم من بين الأموات في يومه الثامن، يوم قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين. آمين. شكراً لك ينعاد عليك. لياس كمان كلمة ختامية. أكيد آخر شيء بحب عائل الكل وإلكم، المسيح قام حقاً قام، وكل عام وإنتم بخير، على أمل إنه إن شاء الله السنة الجاية بيكون وطننا الحبيب سوريا نفض عنه هي السحابة السوداء اللي مرقت عليه، ونكون كلياتنا عم نعيد، بيكون العيد أحلى من هلأ إن شاء الله. نبال. المسيح قام حقاً قام. ما بدي أذكر غير بما يخص درس أحد آية قال سيدنا وربنا يسوع المسيح، بيقول لهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أنا بدي أدعي جميع أخوتنا وأهلنا يجوا عاد البيت، عاي الكنيسة، عاي الحضن، لحتى ينشأوا ويتربوا بهاي التربية المسيحية الخلاقة. ينعد عليك أبونا. خليني أخذ من حضرتك رسالة بتوجهها لكل السوريين من خلال قيامة السيد المسيح. ينعد عليك بالخير. أتمنى بهالأيام الفضيلة ونحن في غمرة أيام الفصح، أسبوع العظيم وأيام الفصح، أنه يتجلى القائم من بين الأموات، مثل ما تفضل وقال أيهم، حكى أنا وتكون بعيد عن الله هي الخطيئة، وتكون قريب عن الله هي الفضيلة. لهالشي أنا كل ما أقترب من الله، كل ما يسكن فيني ويكون الله ساكن فيني، تتجلى كل المصاعب، تتجلى كل شيء فيه شرور، تتجلى كل شيء فيه أشياء غير لائقة بالإنسان البشري. الله خلق الإنسان حسن، والحسن هو أكيد الإنسان، ولكن يمكن هالغفوة بركي ببر فيها وبينهض البلد وانتصار البلد، ونحن عايشين بتعايش، بعيش مشترك صحيح. بهالبلد العيش المشترك المسلم والمسيحي، كلياتنا أبناء الله صحيح. ولكن العيش المشترك هو اللي بيندمج فكري مع فكره من أجل بناء الحضارة. بدي أتشكرك الأب إغناطيوس لطفي كاهن رعاية قطنة، أهلا وسهلا فيك، شكراً كل عام وانت بخير. وأيضاً نبال غزالي ممثل عن مدارس الأحد الأرثوذكسية، شكراً ينعاد عليك فصح مجيد. وكمان بدي أتشكر لياس درويش من فرقة المراسم والكشاف، كمان مارياس شكراً. أهلا وسهلا فيك. وأخونا أيهم سعد كمان مسؤول عن التراتيل بالكنيسة، شكراً أهلا وسهلا فيك ونعاد عليكم. مشاهدينا بالختام اسمحوا لي كمان أقول مثل ما قال السيد المسيح أنه نحب بعضنا، أحبوا بعضكم بعضا. بالختام فصح مجيد ينعاد عليكم بقيامة جديدة لسوريا على يد أبناء الشرفاء والأمناء وتحيي الأرواح شهداء سوريا الأبرار بأمان الله.